تمام، السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده دي اول مساله معانا في بروجكت اويلر، تمام؟ فخليكم معايا ان شاء الله. هو الحلول، كل معظم الحلول اللي انا هقدمها ان شاء الله هتبقى في جوبيتر نوت بوك. الفكره ان انا بستخدم جوبيتر ليه وما بستخدمش اللي هو كود اديتور عادي او في اس كود؟ ليه؟ الفكره ان مثلا في مسائل بتحتاج مثلا اثبات، او ان انا اوضح حاجه اكتر مثلا، او اي حاجه، او احط لينكات اكتر والكلام ده كله، فجوبيتر نوت بوك مناسب للكلام ده كله، تمام. تاني حاجه برضك، ان انت ممكن لو انت مثلا عايز تحوله البايثون كود مثلا او سكريبت مثلا، عادي خالص هتيجي هنا على داونلود از وتتك على بايثون، او انت مثلا تحوله لملف بي دي اف تقراه انت مثلا في الطريقه، او اي حاجه برضك تحوله البي دي اف. فدي يعني ايه، شايف ان المرونه في الاستخدام ده جوبيتر نوت بوك مناسب للكلام ده. وكمان ان شاء الله في لينك الجيت هاب هسيبه تحت في الديسكربشن ان شاء الله، هتلاقي برضك في هتلاقي برضك ملفات بايثون، يعني مثلا سكريبت عادي خالص موجوده، لو انت حابب مثلا انت تاخد السكريبت خالص ومش عايز الشرح ده كله، تمام. تمام، فدي راس المساله، تمام. وبعد كده دي الاثبات، يعني مثلا احنا قلنا ايه، احنا قلنا الاعداد مثلا، تعال نطبق مثلا على الثلاثه، فالثلاثه الاعداد بتقبل اسم على الثلاثه، هي عباره عن مين؟ عباره عن الثلاثه والسته والتسعه، تمام. لو احنا جينا خدنا الثلاثه مشترك، هيبقى لك مين؟ هيبقى لك 1 زائد 2 زائد 3. طيب لو احنا جينا لاحظنا الرقم ده، لو احنا جينا لاحظنا 1 زائد 2 زائد 3 ديت عباره عن مين؟ ديت عباره عن متتابعه حسابيه، تمام. لو غريب عنك الكلام ده كله ان شاء الله برضك في تحت الديسكريبشن هسيب لك لينكات للمتابعه الحسابيه والمتابعه الهندسيه والكلام ده كله، تقراها برضك بحيث انت ايه يعني ايه تعمل استرجاع للمعلومات اللي عندك والكلام ده كله، تمام. ديت عباره عن متابعه حسابيه. متابعه حسابيه مثلا ايه؟ لو انت مثلا بتجمع من رقم من 1 لحد ان مثلا، تمام، فيبقى مجموع الاعداد ديت عباره عن كام؟ عباره عن ان على 2 في 1 زائد ان، تمام. طيب دي القانون طبعا مش عندي، مش من عندي خالص. هو القانون ده عباره عن عالم رياضيات في الجاوس، لو طبعا مشهور جدا، يعني ايه اللي هو قصته مشهوره جدا على فيسبوك، اللي هو الطالب الصغير اللي جه، الطالب الالماني الصغير الذكي اللي جه المدرس بتاعه ضربه والكلام ده كله. في فيديو تحت ان شاء الله هسيبه لك، يعني ايه لو حابب تتفرج على قصته والكلام ده كله، تمام، هسيبه لك برضه تتفرج عليه، قصته جميله جدا، تمام. طب دلوقتي تمام، يبقى انا دلوقتي معايا مين؟ عايز اعرف ان. طيب انا عايز اعرف ان، يعني تديني رينج معين، مثلا العشرة عايز اوصل للان ديت بقى، اللي هو لو انا جيت قلت مثلا 10 على 3 هيديك كام؟ هيديك 3 ويتبقى 1، فانا عايز اوصل لرقم 3 ده. يبقى لو انا عايز اوصل لاخر رقم عندي، اجيب الرينج اللي عندي اللي هو مثلا 10 واقسمه على 3 واخد الرقم الصحيح، ف10 على 3 هيديك 3، تمام. يبقى ال 3 ده هو اخر رقم، تمام. فكده قدرنا نوصل لان، تمام. يبقى كده القانون معايا وفي جيبي، تمام. طيب دلوقتي انا قدرت ان انا اجمع مين؟ اجمع 1 زائد 2 زائد 3، بعد كده المفروض اضربهم في 3 بقى عشان اجيب السمشن، تمام. بس كده، فكده انا جبت السمشن. نفس الكلام بالظبط بيتطبق على الخمسه، انت الفكره بس انت هتشيل الثلاثة اللي هنا ديت وتحط 5 بس، تمام. طيب فتعالى بقى نشوف اول حاجه احنا عندنا مين. احنا عندنا الرينج بتاعنا او اخر رقم خالص ماشي 1000، تمام. فمجموع فاخر رقم بيقبل اسم على الثلاث، او اخر رقم اضربه في الثلاثه يبقى عباره عن مين؟ عباره عن الفاينل نمبر ناقص 1، عشان طبعا احنا قلنا الالف مش معانا، وبعد كده خارج اسمته على الثلاثه، تمام. فبقى اخر رقم بيبقى اخر رقم اضربه في الثلاثه عباره عن مين؟ عباره عن 1000 ناقص 1 وخارج مقسوم على الثلاثه، تمام. والخمسه نفس الكلام، تمام. سيبك بقى من السطر ده، انا يعني ايه عملت له كومنت كده ونرجع له تاني، تمام. بعد كده عايزين نجيب مجموع الثلاثة. مجموع الثلاثة هيبقى عبارة عن ثلاثة آخر رقم أضربه في الثلاثة على الاثنين في واحد زائد آخر رقم بضربه في الثلاثة، تمام. ونفس الكلام بالنسبة للخمسة. طيب لو أنا جيت شغلتها وسبته زي ما هو كده هيبقى فيها غلطة. ليه فيها غلطة؟ عشان إحنا ما خدناش بالنا في حتة معينة. إيه الحتة ديت؟ إن هو الخمستاشر، يعني مثلا أعداد شبه الخمستاشر مثلا التلاتين الكلام ده كله، الخمستاشر بيقبل اسم على الثلاثة والخمسة، وبالتالي لما اجي اعدهم اعد مثلا اعداد من 1 لحد 1000، ال 15 يتعد مرتين عشان هو بيقبل اسم على الثلاثه وبيقبل اسم على الخمسه، تمام. وبالتالي يبقى كده في زياده او في غلط في الحسابات. فالفكره ان احنا نجيب بقى الاعداد اللي بتقبل اسم على الثلاثه والخمسه، تمام، الاثنين مع بعض واطرحهم مره واحده بحيث ان انا ايه اشيل الزياده ديت. طيب فين الاعداد اللي بتقبل اسم على الثلاثه والخمسه الاثنين مع بعض؟ اول عدد خالص بيقبل اسم على الثلاثه والخمسه مع بعض ال 15، وبعد كده ال 30، وبعد كده ال 45.
فلو احنا جينا لاحظنا حاجة لان هو عبارة عن مضاعفات العدد 15، تمام؟ فاحنا ممكن نعمل حل بسيط خالص، ان احنا نجيب مجموعة من الاعداد اللي بتقبل قسمة على 15، تمام؟ وبعد كده نقوم جايين طرحينهم من المجموع الكلي، تمام؟ بس كده، فيبقى احنا كده شلنا الزيادة اللي موجودة معانا. فهنا هنجيب اخر رقم يعني ايه اضربه في 15، تمام؟ نفس الكلام بالظبط، تمام؟ وبعد كده اعمل مين؟ اعمل مجموع 15، تمام؟ كده معايا مجموع الخمسة، التلاتة والخمسة والخمستاشر، اجمع التلاتة والخمسة واطرح منهم الخمستاشر، تمام؟ هيديني كده المجموع اللي معايا، تمام؟ فتعالى كده نشوفها، تمام؟ فدي الناتج اللي طلع، يعني ما خدش ثانية تقريبا. فتعالى كده نجرب، وده 1 3 8 2 9، تمام. تمام، فكده الإجابة صح، الحمد لله، كده الإجابة تمام واتحلت كده، خلاص كده اتحلت، تمام. طيب في حاجة، طبعا في حل، طبعا في واحد مثلا يقول لك طب ليه اللعبكة وقوانين والكلام ده كله، افرض انا مش عارف الكلام ده كله. فالحل طبعا اول حل جه في دماغي ان انت مثلا ايه تجيب لوب وتعمل تجيب الاعداد بقى من 1 لحد 1000 مثلا، وتشوف بقى لو العدد مثلا اللي معاك ده بيبقى القسم على 3 اجمعه، بيبقى القسم على 5 اجمعه، وهكذا يعني، تمام. ويعني هيبقى ايه، تمام، الحاله دي تمام وكل حاجه مفيش مشكله خالص. بس الفكره مثلا افرض ان هو طلب منك المجموع الاعداد من 1 لمليون لبليون مثلا او 100 مليون، فمش هيبقى الحل بتاع اللوب دي مش هيبقى عملي خالص، يعني خالص جدا. يعني الموضوع ده ممكن ياخد معاك ساعات عشان تجمع الاعداد ديت، في حال ان ديت يعني مثلا تعالى كده نشوف هنا اهو، شوف كام صفر اهوت، تمام، في ثانيه يعني ما خدش حاجه اساسا. انما هنا لو حطيت نفس الرقم هنا، لو حطيت نفس الرقم هنا الجهاز هيهنج وهتبقى الدنيا خراب خالص، تمام. فدي الفكره، يعني ايه ان الحل بتاع اللوب دي مش هيبقى مش عملي خالص. وهو واحنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان هو الفكره ان انت تاخد خوارزميه، تحط خوارزميه بحيث لو اديتها الارقام اللي عندك او اي حاجه عندك تشتغل وتديك ناتج في اقل من دقيقه. هو الفكره كلها والهدف من المشروع كله ان هو يديك ناتج في اقل من دقيقه، تمام. فانا جيت جربت مثلا ايه، جيت جربتها على 1000، انا جيت جربتها على 1000، تمام. فاللوب طلعت 4 مرات اقل او ابطا من الحل الثاني. يعني لما انا جيت جربت ال 1000 ماشي في الطريقه الاولانيه وفي الطريقه الثانيه اللي هي بتاعه اللوب، لقيت اللوب ابطا ب4 مرات، 4 اضعاف ابطا من الطريقه الثانيه. فتخيل بقى لما انت تحط مثلا رقم اللي هو مليون ولا 100 مليون، شوف انت هتضرب بقى في قد ايه، يعني هتبقى ابطا بكتير جدا، تمام. فدي دي الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يعني المساله جميله وبسيطه ما فيهاش حاجه، تمام. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نحل المسائل بعدها. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.